ውይወለተያኔ ቤሽኑ ቤሎ ፕራይስ ታ ቤሎ ፕራይስ ይሄ ውይወለ ቤሎ ፕራይስ ትከደረታ ትተሹር او ሰላ وحاسب فينا وين في دولتك يعني الناس حاسبه في دولتك بيجي والد ك كايوس عديل وتستخدمه ويتناول وتدفع على قروش او يجي والد كحياه معاد تطليعه بطريقه ما يعني ما علميه خالص واستخدمه فتره مربحه فينا في دولتك ده مش كان قدمناه ولكن حيتراجع في البي بي الجاي للاسف لكن ما في حد يتفق وقالك بنستنى ودارين لكن يكون في سبورت قوي لانه بدنا له من بدري الاجتماعات اللي بيكون فيها علاقه مع الاحداث الثانيه بيكون فيه ممثلين يعني مثلا في الموضوع بتاع الانترنت مع الدرون المتابع كان في لوكيب في دبي في نفس السنه اللي فاتت وكان كيف الاي سي يو ياخذ رول في التوزيع بتاع التوزيع يعني الثلاث اطراف الاي بي ادريسز والدومين نيم والموضوع ده المنظمات بتاعت الانترنت زي الاي كان والايانا والار اي ار كانوا واقفين فيه لمجاله الف احمد مع غير الاي سي يو مع غير الاي سي يو اي دور اعتقد الجماعة ده كان لازم يدعو الناس دي اللي هو المنظمات اللي بتدير الانترنت حاليا في العالم يعني لما يكون في موضوع اكيد فيه كونكشن لازم يجيبوا كل الناس لهم علاقة مع الموضوع. احنا تقريبا جربنا اي نفس اللي اخر وحدة الاي تي يو نعمل ديفلوبمنت للكارير بتاعتك وفي فرص ان الناس تشتغل في الاي تي يو وما صعبة خالص باعتبار انه الاي تي يو عنده غير انه تبقى فول تايم امبلوي عنده تو كاتيجوري تانيين اللي هم خلينا نفتح واحد اللي هو الترانسفير والثاني الجونيور جونيور بروجرام